طيب دي كانت طبعا جولة كده إخبارية سريعة، ودلوقتي نروح معاكم لجولة تانية في الصحف العالمية وفقرة أخبار العالم. هنبدأ من عند صحف أسبانيا، وركزت صحيفة ماركا الأسبانية على قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 ومجموعة المنتخب الأسباني، وكتبت النجمة الثانية تأتي من الشرق. كمان اتكلمت الصحيفة عن لقاء سيلتا فيجو والمتصدر ريال مدريد في الدوري الأسباني، وكتبت ملعب بالايدوس يختبر المتصدر. طبعا الصحيفة برضو اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس، وكتبت غريزمان وجواو فيليكس لمتابعة خط الانتصار. نروح بقى معاكم لصحيفة سبورت، واللي ركزت على قرعة نهائيات كأس العالم ووقوع كمان منتخب أسبانيا بجانب ألمانيا واليابان والمتأهل من نيوزيلندا وكوستاريكا، وكتبت قنبلة عالمية. كمان اتكلمت الصحيفة عن تطورات رجوع أنسو فاتي للعب رفقة برشلونة، وكتبت خطوة جديدة للأمام. الصحيفة برضو اهتمت بلقاء سيلتا فيجو ريال مدريد في الدوري الأسباني، وكتبت برشلونة ينتظر ويأمل سقوط ريال مدريد. أما صحيفة الموندو ديبورتيفو الأسبانية فركزت على قرعة نهائيات كأس العالم ومجموعة المنتخب الأسباني، وكتبت تحدي عالمي، وكمان اتكلمت عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي وإصرار برشلونة على ضمه، وكتبت إصرار على ضم ليفاندوفسكي. الصحيفة برضو اهتمت بلقاء سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الأسباني، وكتبت أول اختبار بعد 4-0 في الكلاسيكو، وكمان اهتمت برضو بلقاء ديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد. من أسبانيا نروح معاكم لإنجلترا، وصحيفة ذا صن اللي ركزت على قرعة نهائي مونديال قطر 2022 ووقوع كمان منتخب إنجلترا جنب إيران وأمريكا والمتأهل من الملحق الأوروبي، وكتبت يبشر بالخير. كمان اتكلمت برضو عن الهولندي إريك تين هاج مدرب آيكس، وكمان كتبت بيب جوارديولا إريك تين هاج مدرب مانشستر سيتي. الصحيفة برضو اهتمت وتكلمت بديكلين رايس نجم ويست هام يونايتد، وكتبت ديكلين رايس السعر هو 150 مليون جنيه استرليني. أما صحيفة فرنسا فتكلمت بقى عن الليكيب الفرنسية، فتكلمت عن وقوع منتخب فرنسا في مجموعة بجوار الدنمارك وتونس والمتأهل كمان من ملحق ما بين القارات في نهائيات كأس العالم، وكتبت النجم المحظوظ. كمان اهتمت برضو الصحيفة بلقاءات الدوري الفرنسي، وكتبت عن لقاء نيس وران دفاع من جديد في مواجهة هجوم ناري، وعن لقاء سانت تيان وأولمبيك مارسيليا حار وبارد. وبالختام عند إيطاليا، وصحيفة الكوريري ديل سبورت اللي ركزت على يوفنتوس وتصريحات جون أكان رئيس مجلس إدارة اليوفنتوس، كتبت جون يحصن أندريا. الصحيفة برضو اهتمت بقرعة نهائيات كأس العالم واللي بيغيب أكيد عنها منتخب إيطاليا، وتأهل كمان أو تأهل من مسارها في الملحق منتخب البرتغال، وكتبت كانوا بينتظروا غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية. دي كانت جولة سريعة جدا في الصحافة الرياضية العالمية النهاردة. نطلع مع حضراتكم سريعا لفاصل ونرجع ونكمل معاكم بقية فقراتنا هنا، خليكم معانا.